بونجور، مرحبا بكم سير ما شين برينسا كيتشن. اليوم جيتكم بغسات جديدة وهي البوراك بالطن. درت لكم واحد الميلانج نتاع لافارس تاع البوراك، تجي بزاف بزاف بنينة. اباز دو طن، الفرماج والبيض مغلي، فريمون لازم تسيوها تجي بنينة. والمقادير اللي نسحقوهم بيان ايفيدامون راح تسحقو الورق تاع الديول. انا راح نخدم بهادو ناتور، وراح نسحقو زوج علب طن نتاع الزيت. وهنايا راح نحتاج 150 غرام نتاع جبن طازج، وراح نسحقو تاني ربع حبات بيض. ونقول للناس اللي ما يحبوش البوراك بالبيض، ما تخافوش ما فيهش لوكو تاع البيض. وهنا عندي مغرفه صغيره تاع ملح، وهنا عندي مغرفه صغيره تاع ملح، مغرفه صغيره تاع حبه كحله، وزوج مغارف صغار تاع بذور الخردل. الوغ بوغ كومونسي لا ريسيت، راح نغليو البيض تاعنا. ديروه في اون كاسرول مع شويه ماء وعلى نار قاويه، خلوه 7 دقائق با بلوس، ما لازمش يطيب بزاف. وابخي ما يطيب لكم قشروه بيان ايفيدامون، وحطوه دون اون اسييت ولا دون ان سالاديي يكون غامق شويه، باسكو ابخي راح نكرازيوه بلا فورشيت باش تخدموا اليز ولا فارس ما طيح لكمش مقع لي كوتي. الوغ كيما شفتوني زدت هذوك لي زيبيس تاعي، لي غران دو موتارد سي فاكولتاتيف، تقدروا ما ديروهمش، انا جام بيان دوكو جي بريفير نديرهم. ولا تقدروا على بلاص ديروا مغرفه صغيره نتاع لا موتارد، تجي تاني بزاف بنينه. والطون كي ديروه نحو له هذاك الزيت، كيما شفتوني صفيته غايه من الزيت تاعه وزدته مع لو ميلونج تاعي. هنا في الاخر راح نزيد الفرماج. انا اليوم راح نخدم بهذا لو بربير، قلت لكم نسحقو 150 غرام، ديكو قسمته في الوسط باسكو هذا فيه 300 غرام. وجيبوا فرشيطه وكرازو لو تو على دون فورشيت، هكا قعدوا تطبزوا فيهم باش كاع لو ميلونج لازم يتخلط مع بعضه غير بشويه. وسعفوا لافارس تاعكم وكرازي وكل شيء بلا فورشيت باش كاع المقادير تنسجم مع بعضها. وهاد لافارس كنت درت لكم بها ديجا دي فويتي اون فورم دو كور، نخلي لكم لو ليان الفوق الا حبيتوا تشوفوا لا ريسيت، ويتافيشا عندكم في لو بتي اي. وحبيت نسيي بها البوراك، قلت علاش لا لا، وسييتها وفرانشمون جا توب جو فريمون مانيفيك، جي ادوري، وقالي في الدار عجبهم. دونك سيوه وروحوا ردوا لي الخبر لتحت في لي كومونتير، قولوا لي واش رايكم في هاد لوغو. الوغ اليوم راح نخدم دي تريانجل، قسمت الورقه تاع الديول اون دو كيما شفتوني، ومن بعد طويتها اون دو هكا. شوفوا في ليماج راهي تبان ان بو ميو، وراح نسيي نفهمكم. وراح تخدموا لو تريانجل تاعكم، جوغ ديروا لافارس في الوسط وتقعدوا تطووا على شكل مثلث، سعفوا الورقه تاعكم حتى الاخر. وهذاك لو سوربلي لي بقى لكم نتاع ورقه الديول، شوفوني كيفاش دخلتها في هذاك لو بتي ترو. وراح نعاود معاكم اون دوزيام دومي فوي باش تفهموا. شوفوا طويتها على زوج، هذاك لو كوتي تاع لو سيركل هذاك هو اللي طويته. ومن بعد زدت لافارس ابوبري زوج مغارف صغار، زدتها في الوسط وجبت هذاك لو بو غلقت بها هكا فوق لافارس على شكل مثلث. ومن بعد رديته من لو كوتي لاخر ينسي دو سويت حتى نكمل كل شيء ويتشكل لي المثلث تاعي. جيسبر تكونوا فهمتوني وفهمتوا طريقه البلياج، سي ان بو كومبليكي اكسبليكي، متبعوا جوست لي زيماج كيفاش طويتو وراح تنجحوا فيه. وباش نغلقوا في لافان بوغ لو سودي، شفتوني زدت شويه من هذيك لاباط غير مسحتها هكا فوق الورقه تاع الديول باش تتلصق لي وما تقعدش مفتوحه. ودوكا راح نقليهم، ديروا شويه زيت واحد زوج مغارف كبار، ما تكتروش، على نار هاديه. النار لازم تنقصوا لها لو ماكسيموم باش ما يتحرقوا لكمش. وحطوا البوراكات تاعكم، البريك تاعكم حطوهم هكا وخلوهم يطيبوا واحد دقيقه، راح يقعدوا باش يحمروا لكم. اون فيت غير يحمروا باسكو الداخل كل شيء راه طايب، على نار هاديه كما راكم تشوفوا. ومن بعد قلبوهم من جهه الاخرى، خلوهم يزيدوا يتحمروا لكم غايه، ونحوهم وحطوهم فوق سوبالان دابور باش يمتص لكم كاع هذاك لي دم
زايد ومن بعد حطوه في طبق نتاع لا بريزونطاسيون. اي فوالا رانا لحقنا لا فان د لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم لا ريسيتيك راح تسيوها. سورتو خلو لي ام تي لايك, ابونيفو الى مازال ما اشتركتوش في القناه, وبارطاجي هاد لا فيديو مع كاع الناس اللي تعرفوهم. نقولكم صحه سحوركم ونتلاقاو دون زي نوتغ ريسيت.